كثير من الناس عندهم صلاح في أنفسهم، عندهم استقامة، عندهم صلاة، عندهم صيام، عندهم صدقة، لكنهم في الأخلاق متأخرون. ومن أفضل الأعمال حسن الخلق، فطالب العلم لا يليق به أن يكون شرسا، لا يليق به أن يكون عبوسا، لا يليق به أن يكون لعانا، لا يليق به أن يكون قبيح القول، يليق به أن يكون حسن الأخلاق، منشرح الصدر، مبتسم الوجه، منطلق القول، حتى يقبل الناس منه ويقبل عليه. إنني أظن أنه لا يخفى عليكم جميعا أنه لو اجتمع رجلان مستويان في العلم، أحدهما حسن الأخلاق، لين الجانب، سهل العاطفة، منشرح الصدر، منبسط الوجه، والآخر بالعكس، أيهما أكثر فائدة للناس؟ الجواب الأول بلا ريب، مع أنهما في العلم سواء، وربما يكون الثاني أكثر علما، لكن الأخلاق لها دورها بالنسبة لانتفاع الناس من علم طالب العلم.